النقط اللي الواحدة تعرف بيها ان الراجل دوت غير مناسب ليها ولازم تنفصل فورا عنه عشان ما تضيعش وقت اكتر من كده في العلاقة. خسارة الطاقة دي وفريها لنفسك، وفريها لشغلك، وفريها لعلاقة اخرى. صح. اول حاجة الراجل الكذاب، ابعدي عنه. اول ميعاد، تاني ميعاد، اول معلومة، تاني معلومة، لو كذب عليك في حاجة قد كده بكرة يكذب عليك في الحاجة اللي قد كده. سيبيه وما تفكريش وما تندميش، وانت اول علاقه هتبقي لسه مش بتحبيه، ما تقلقيش. صح. تاني حاجه ايه يا هدي؟ لما يكون بخيل. انا البخل من الحاجات اللي ما اقدرش اتحملها في حياتي، لان البخيل بخيل في كل حاجه، بخيل في مشاعره، بخيل في وقته، بخيل في اهتمامه، بخيل في عطائه، بخيل في فلوسه. والبخل شيء بيقهر الست على كل المستويات، فالبخيل تبعدي عنه فورا وما تبصيش وراكي. انا بقى بالنسبه لي لما يكون على طول ينتقدك او يبص على بنات تانية، دي بقى بالنسبه لي قاتله. ليه يا حبيبي مش مالي عينك ولا ايه؟ ان شاء الله. لا واستني، حتى سيبك بقى، مثلا ممكن يكون بيحترم نفسه وهو قاعد معاكي، طبعا عشان عارف ان ممكن ياخد بالشبشب على وشه، فممكن بقى يعمل حاجه تانية اللي هو ايه انت عارفه انا بحب رندا، يعني سبت واحد مثلا في مره من كتر ايه انا رندا البحيري دي مزتي المفضله، طب يعني رندا تيب وانا تيب تاني، فلما كده حبيت حد بشكل ده ليه؟ ينتقدك ويهز ثقتك بنفسك. لا هي ما بتتهزش، بس يعني بيغور بقى وده. يعني بالنسبه لي لا تتحرك. بطلي بقى تعملي فيها انك انت الفرس الهمام فوق الجبال. يا حبيبتي يا ما بتتهزش، ايه اجمد منك وثقته بنفسه تهزت جوه على لا انا عايزه اقول حاجه. انا عايزه اقول البنت دي شيلوها من هنا غيروها بعينك. لا بجد عايزه اقول حاجه، اسمعوني دلوقتي. اولا الثقه بالنفس ملهاش علاقه بشكل البني ادم، لان في ناس امكانياتها الشكليه عاليه جدا وما عندهاش ثقه في نفسها، وفي ناس العكس تماما. بس اللي انا اخدت بالي منه جدا ان الراجل مؤخرا في السنين اللي فاتت بقى عنده رغبه فظيعه انه يعمل، يعني يقلل من قيمه الست، دايما يحسسها ان هي ملهاش قيمه وملهاش معنى وملهاش لازمه، وانها ما بتفهمش، وانها ما ليه؟ لان الست بقت متعلمة، بقت مستقلة ماديا وشخصيتها بقت قوية، فالراجل ما بقاش قادر يتقبل ده، فدايما عايز يكسرها. وبعدين بيدخلك بقى من السكة ايه عشان يزعزع ثقتك بنفسك، اللون ده مش لايق عليك، انت تخنتي، اكلك بقى مش قد كده الايام دي، انت مالك بقيتي بتنامي بدري؟ الله يرحم كنت زمان بتصلي لغايه الساعه 2 و3 وبتطبقي وتروحي شغلك عادي. الولاد عيانين، الولاد بيسقطوا، الولاد ما بيروحوش التمرين ليه؟ ولو قعدتي في البيت يعني دايما في كومنتات. صح. تقلل من احتمال من تحملك للمسؤوليه. طبعا. طب يا جماعه هنختم فقرتنا دي، بس قبل ما نختمها عايزه اقول لكم حاجه للست. طبعا اول ما تحسي او تبداي تكتشفي ان العلاقه دي مش هتنجح او ان في حاجات مش مريحاكي، امشي فورا قبل ما تخشي في العلاقه اكتر واكتر. امشي فورا، مش هقول لك عشان السنه اللي بتروح ما بترجعش، اليوم اللي بيروح من عمرك ما بيرجعش صدقيني. وكل ما تمشي بدري كل ما تكسبي نفسك اكتر وتكسبي سنين في عمرك اكتر، ويبقى عندك فرصه تقابلي حد احسن ومناسب اكتر. وتوصلي بدري، كل تمشي بدري وتوصلي بدري. طب يا جماعه هنطلع فاصل وهنرجع على افلام البورن. بورن. نطلع فاصل. كتير جدا من الشباب بيضغط على المواقع الاباحيه دي. انت لو عايزه تعملي علاقه، العلاقه متاحه، لان في 100 راجل جنبك ممكن تعملي علاقه مع اي حد. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ افلام البورنو بتصور لك واقع مش موجود، احجام مش موجوده، شكل العلاقه مش موجود. في قناه بتجيب السكس في شكل دراما، شكل فيلم بقى. ده انت ملمه بالموضوع. طبعا. ستي يا شيماء. نعم يا اختي. اطلعي من دول. طالعه منهم وقاعده ومتربعه، عيب اللي انت بتقوليه ده.